السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. كل يوم جمعة بنكون مع حضراتكم من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30. طبعا بوكسينج داي وأحداث البوكسينج داي ومباريات قوية جدا، ولقاء منتظر بكرة إن شاء الله الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة ما بين أرسنال وليفربول في مباراة ليفربول بيحاول ان هو يحافظ على فارق النقاط ما بينه وبين مانشستر سيتي، وايضا في تعزيز الصداره بوكسينج داي. وايه هو البوكسينج داي وليه تسمى بوكسينج داي؟ ده هنقوله لحضراتكم. طبعا يوم 8 يناير بنفكر حضراتكم بميعاد تسليم جوائز الافضل في افريقيا. محمد صلاح ووليد سليمان من ضمن افضل 10 لعيبه في قاره افريقيا لعام 2018. كمان هنتكلم على رمضان صبحي بينتقل إلى النادي الأهلي رسميا لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وكمان هنتكلم في تفاصيل أكتر ومفاجآت أكتر وإزاي الصفقة تمت، وكمان هنتكلم على كل ما يخص لقاءات بكرة إن شاء الله في الدوريات العالمية سواء في إيطاليا أو في إنجلترا. أسبانيا أخذت الأجازة خلاص، ونجوم أسبانيا بيستجموا وبيحتفلوا بالكريسماس وبراس السنة، لكن أكيد بعد ما هنروح فاصل هنرجع نتكلم في كل حاجة تخص الأخبار اللي موجودة معنا، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس، ونبدا معاكم الحلقه قبل الفاصل قلت البوكسنج داي وليه تسمى بالبوكسنج داي. بوكسنج داي بيبقى يوم 26/12 من كل عام. الانجليز متعودين دايما ان هم بعد يوم الكريسماس ان هم يبقوا موجودين في الكنائس علشان يتبرعوا في الصناديق للفقراء، وبالتالي هنا اتسمى البوكسنج داي واتربط معاه ان يكون في مباريات في الدوري الانجليزي بتتلعب طبعا 3 جولات في 6 أيام أو 7 أيام. لكن من شروط البوكسنج داي أولا عدم إقامة أي دربيات، وده بيكون طبعا علشان التعصب اللي بيكون موجود لكن في بوكسنج داي أو في احتفالات رأس سنة أو احتفالات كريسمس رابطة الدوري المحترفين الإنجليزية عايزة كل الجمهور يستمتع. الحاجة الثانية إن كل اللقاءات اللي بتقام تكون بين مدن قريبة بينها وبين بعضها، بسبب أيضا إن الجمهور لو حابب إن هو يتفرج على فريقه في مدينة غير المدينة اللي بيقيم فيها تكون المسافات قليلة. ده بالنسبة للبوكسنج داي. بكرة إن شاء الله اللقاء المنتظر من ضمن فعاليات البوكسنج داي أرسنال وليفربول، ومباراة قوية جدا جدا جدا. بنتكلم على 7 نقاط فارق ما بينه وما بين مانشستر سيتي. توتنهام بيتصدر المركز الثاني، سيتي بعد ما كان هو صاحب الجدارة والمركز الأول بدأ إن سيتي ينهار مباراة بعد مباراة مع فرق مش قوية، وبالتالي هيعمل السيتي أمام الفرق القوية في مواجهاته سواء داخل ملعبه أو خارج ملعبه. هنتكلم طبعا ككل شيء خاص بيوم 8 يناير والاحتفالية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكمان ما ننساش حاجة مهمة جدا جدا جدا، بداية من الساعة 6 هيكون في قرعة الكونفدرالية يليها مباشرة قرعة دوري الأبطال. يعني هنوافي حضراتكم لو قرعة الكونفدرالية خلصت قبل ما نخلص مع حضراتكم الحلقة هنتكلم معاكم، وأكيد هنكون معاكم لحظة بلحظة. ودوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي إن شاء الله يعني منافس قوي، وإن شاء الله بقى السنة دي تكون البطولة أهلاوية إن شاء الله بالتدعيمات اللي بتحصل برمضان صبحي اللي احنا اتكلمنا وقلنا عليه، هيبقى معانا كلام مهم جدا على رمضان صبحي خلال الحلقة. لكن هبدأ مع حضراتكم زي ما احنا متعودين دايما نشوف أغلبية الصحف العالمية اتكلمت وقالت ايه بعد ما اللقاءات اتلعبت في الدوري الانجليزي وبعد تصدر ليفربول، وايضا في ايطاليا وفي اسبانيا ايضا احتفالات كريسمس والدوري بيكون متوقف. لكن هنشوف ونبدأ معاكم بانجلترا ونشوف ابرز العناوين. هنروح لميرور الانجليزية ونتابع بداية من الميرور الضغط على المدرب الألماني يورجن كلوب، وبيب يحذر كلوب من ضغط التواجد على القمة وحيث صعوبة القيادة في المقدمة. شكرا للنصيحة يا عم بيب. وأضافت الصحيفة حرب العقول تبدأ الآن في المنافسة على لقب البريمير ليج.
وتابعت اتهام يوناي أمري بعد حادثة ركل الزجاجة. هنعرف ايه هي ركل الزجاجة في الصحف التالية. ديلي ستار الإنجليزية: الضغط عليك الآن، الأمور صعبة في المقدمة، جوارديولا ليورجن كلوب. وأضافت الصحيفة: الزجاجة تدين يوناي أمري. ديلي ميل الإنجليزية: أمري في قفص الاتهام، مدرب أرسنال تمت إدانته بسبب ركل زجاجة المياه تجاه مشجع برايتون. دلوقتي طبعا عرفنا وشفنا إيه هي موضوع الزجاجة مع يوناي أمري. وأضافت الصحيفة: فيليبي الطائر يسجل مرتين لويست هام أمام ساوثامبتون. التايمز الإنجليزية: مانشستر سيتي لن ينفق الأموال في يناير المقبل، أشك جدا. نروح ذا سان: السيتي في زاوية المشاغبين، الفريق تدرب على الركلات الحرة وثنائية فيليبي الرائعة، ويتم الإفراج عن محمد صلاح بشرطة التحايل بعد احتساب ركلة الجزاء الأخيرة في مباراة نيوكاسل. نروح لأسبانيا ونتابع ما هو جديد في الصحف الأسبانية. ماركا المدريدية: اتفاق وشيكو، ريال مدريد يريد تقديم إبراهيم دياز الأسبوع المقبل. ريال مدريد ومانشستر سيتي اقترب من إنهاء الاتفاق مقابل 15 مليون يورو بجانب إضافات أخرى. الأسبانية: نيمار أو إمبابي تحت أنظار ريال مدريد. باريس سان جيرمان ما زال لديه مخالفة ب 90 مليون يورو لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ويجب بيع أي لاعب. موندو ديبورتيفو الأسبانية: تصدر موريلو، الصفحة الأولى للصحيفة بتصريحه: هذا هو تحدي حياتي. وأضافت الصحيفة: موريلو سيرتدي قميص باكو الكافير ويتمنى إقناع برشلونة خلال الستة أشهر المقبلة لحجز مكانا دائما في الفريق. وتابعت: يوفنتوس يسعى لضم توديبو الذي يراقبه برشلونة ويعرض 4 ملايين يورو، وأبيدال لم يغلق الباب بعد. والخبر الأهم في موندو ديبورتيفو: إن سياق منفصل أشارت الصحيفة إلى أن بيكي سيعتزل في 2020 ليصبح رئيسا لبرشلونة في 2021. سبورت الكتالونية: موريلو ويمكن أن يأتي المزيد. برشلونة لا يستبعد إبرام تعاقدات أخرى في يناير، وذلك يعتمد على اللاعبين المحتمل رحيلهم. الكولومبي موريلو كان سعيدا جدا خلال تقديمه وقال: الله فتح لي الباب الأكبر. وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح ميسي: ناشئ برشلونة يرون تعقيدا للوصول إلى الفريق الأول. تصريح مهم جدا 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 من نجم واحد طالع من لاماسيا. سوبر ديبورتيا الأسبانية: هدف فالنسيا صفقتين. وأضافت فالنسيا: يسعى لإبرام صفقتين في الهجوم والدفاع. وأشارت الصحيفة إلى أن هواسكا وليجانيس طلب التعاقد مع توني لاتو، لكن إدارة فالنسيا رفضت العرضين، وكيفن جاميرو لا يفكر في الرحيل ويسعى لتحقيق الإنجازات مع الخفافيش. نروح للصحف الإيطالية لجازيتا ديلو سبورت، وهنتكلم على العنصرية اللي شفناها من جمهور إنتر ميلان تجاه لاعب السنغالي كوليبالي في مباراة إنتر ونابولي. كرة القدم من العنف والعنصرية، التحقيق في وفاة أحد مشجعي إنتر ميلان بعد المعركة، أصوات القروض ضد كوليبالي، والاتحاد يعاقب إنتر ميلان بلعب مباراتين بدون جماهير. إنتر ميلان يتخذ موقفا ضد العنصريين، تاريخنا هو واحد ومثال للتضامن والتكامل. ميلان في مفترق طرق ضد سبال، وهيجوين رمز للانتقال المخيب للطموحات. كوريري ديل سبورت الإيطالية بتقول طبعا بتركز على العنصرية، وكتبت: دعونا ننقذ أنفسنا، وفاة مشجع والالتزام بعدم التوقف واتخاذ إجراء كمين في ميلان قبل مباراة إنتر ونابولي، ومشجع إنتر يخسر حياته. وأضافت الصحيفة بعد الهتافات العنصرية ضد كوليبالي: إنتر ميلان سيلعب مباراتين خلف الأبواب المغلقة. توت سبورت بتقول: نحن جميعا مع كوليبالي، رونالدو وعالم كرة القدم يقف على الخط بجوار لاعب نابولي بعد هتافات القروض ضده في ملعب سان سيرو. وأضافت في بيان لإنتر ميلان: ينتقد عنصرية جماهيره، والإنتر هيلعب مباراتي بنفنتو وساسولو خلف الأبواب المغلقة. وأضافت الصحيفة: يوفنتوس نعم لرامسي، اللاعب الويلزي يصل في يونيو المقبل
خطوات للامام من اجل المواهب دوتيبو وترينكاو، وهيجوايين قد يخوض اخر مباراه له في سان سيرو ضد سبال. واخيرا الصحف الفرنسيه واخر صحيفه موجوده معانا وبروفونس الفرنسيه بتتكلم على رساله تحفيزيه للاعبي اولمبيك مارسيليا قائله في 2019 يجب ان تكونوا اكثر قوه في ملعبكم فيلودروم. طيب خلصنا مع حضراتكم اهم الصحف العالميه والاخبار، ويعني رايي الشخصي هو عنوان العنصريه او الكلام عن العنصريه. عايز اقول لحضراتكم يعني قصه خاصه بالمباراه وايه اللي حصل في مباراه انتر ونابولي الاخيره. مباراه انتر ونابولي كانت في بطوله الدوري، لكن شهدت للاسف حادثه صعبه جدا بالنسبه لجمهور نادي نابولي. في البدايه طبعا اخبار انتشرت ان احد جمهور نادي انتر ميلان تعرض لحادثه، حادثه طبيعيه جدا، لكن اللي وصل لجمهور انتر ان جمهور نابولي هم اللي تعرضوا للحادث لاحد الجمهور او احد جماهير نادي انتر. بدايه من المباراه لحد النهايه هتافات عنصريه من جمهور انتر ضد نابولي فريق كره القدم وضد مدينه نابولي وضد كوليبالي. في الوقت اللي لوائح الاتحاد الايطالي بتنص على في اي وقت من اوقات المباراه اذا تم الهتاف بهتافات عنصريه يجب من حكم المباراه ايقاف المباراه واتخاذ الاجراء اللازم، وده اللي جمهور نابولي او اسف لعيبه نابولي اتكلمت عليه مع الحكم اثناء المباراه بعد ما سمعوا الهتافات العنصريه اللي كانت غريبه جدا. طيب اللي حصل بعد كده ان كان تدخل من كوليبالي تجاه لاعبي نادي انتر واللي ادى الى انذار من حكم المباراه لكوليبالي. كوليبالي استفز جدا وقال للحكم سقف له طبعا يعني كان الموضوع غريب على كوليبالي ان هو بيدي اللاعب انذار وسايب الجمهور بيتكلم عليه والهتافات العنصريه شغاله من اول المباراه لحد اخر المباراه وان الحكم ما اخدش اي اجراء. في الوقت ده الحكم ادى كوليبالي الانذار الثاني وكارت احمر وطرده من المباراه، لكن واقعه كانت غريبه جدا جدا. العالم كله كان واقف بجانب كوليبالي ونادي نابولي، واللي ادى ايضا الى احداث بعد المباراه. لكن الانتر مش اول مره يعمل كده، الانتر في مباراه يوفنتوس كان ضرب مشجعين وضرب سيدات او فتيات اللي بتكون موجوده في ملعب المباراه لخدمه المشجعين، وبالتالي الاتحاد الايطالي وقع عقوبه. انا شايف انها عقوبه يعني خفيفة جدا، هي مباراتين بدون جمهور. لابد من نادي انتر والاتحاد الايطالي يتحدوا مع بعض علشان يوقفوا العنصريين اللي بيقودوا المشجعين داخل المدرجات واللي بيقودوا الجمهور الى هتافات عنصرية. ايطاليا بلد كبيرة جدا في كرة القدم وكبيرة بالتاريخ وبالحضارة، فحاجات صغيرة زي دي ممكن تهدد الكرة الايطالية بحوادث ووقائع ممكن هنشوفها لأول مرة في تاريخ كرة القدم. طيب ده كان ردي سريعا على موضوع نابولي وموضوع كوليبالي. هنروح لابرز اللقاءات اللي هتتلعب بكره ان شاء الله وبعده في الدوري الانجليزي، وبدايه من لقاء بكره السبت 29 ديسمبر هيكون معانا فولهام وهادرسفيلد الساعه 5، وتوتنهام هوتسبيرز وولفرهامبتون، ليستر سيتي، كارديف سيتي، وواتفورد ونيوكاسل، وبرايتون وايفرتون. كل اللقاءات اللي قلتها لحضراتكم دي هتكون الساعة 5 بتوقيت القاهرة. بداية من الساعة 7:30 ليفربول وارسنال، وطبعا هكون على ملعب الانفيلد. هكون مباراة قوية جدا جدا ان شاء الله. ليفربول هيكون قادر على الفوز بثلاث نقاط. نروح ليوم الاحد 30 ديسمبر ونستعرض لحضراتكم ابرز المباريات. كريستال بالاس وتشيلسي الساعه 2، ساوثامبتون ومانشستر سيتي مباراه قويه لمانشستر سيتي خارج ملعبه، وبيرنلي ضد ويست هام، ومانشستر يونايتد في السادسه والنصف ضد بورنموث. ده بالنسبه ليوم الاحد 30 ديسمبر. هقول لحضراتكم باقي اللقاءات يوم يعني ابرز اللقاءات اللي هتكون في الجوله اللي جايه، يعني يوم الثلاث 1 يناير هيكون طبعا أو 2 يناير هيبقى فيه مباراة قوية جدا 1 و2 و3، لكن أبرز المواجهات اللي هتكون موجودة معنا هي يوم 3 يناير يوم الخميس القادم. مانشستر سيتي هيلعب على ملعبه ضد فريق ليفربول، يعني مباراة هتكون قوية جدا وهتكون حاسمة في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. هل ليفربول يقدر أنه يحسم اللقب بحدوث نتيجة إيجابية على ملعب الاتحاد؟ ده اللي احنا نشوفه.
هنروح للدوري الإيطالي ونتابع آخر اللقاءات. يوم السبت 29 ديسمبر يوفنتوس أمام سامبدوريا، وإمبولي هيلاعب فريق إنتر ميلان، وبارما هيلعب ضد روما، ونابولي أمام بولونيا. يوم الحد 20 يناير إنتر ميلان وساسولو، يوفنتوس وكييفو فيرونا، روما وتورينو، ونابولي ولاتسيو، وجنوا وميلان. نروح للدوري، طبعا الدوري الاسباني هيبقى مع يعني الدوري الاسباني واخدين اجازه طويله شويه، لكن هيبداوا من الخميس القادم ان شاء الله، فيا ريال وريال مدريد يوم الخميس القادم، والجمعه ليفانتي وجيرونا، اسبانيول وليجانيس. هنبدا تاني من يوم 5 يناير المباريات العاديه جدا للدوري الاسباني ما بين يوم السبت والحد، لكن الحد هو ده اللي فيه اللقاء المهم، ختافي وبرشلونه واتلتيكو مدريد ضد اشبيليه. خلصنا مع حضراتكم اهم المباريات الخاصه بالدوري الانجليزي، لكن الدوري الانجليزي هو اللي شويه يعني سخن، هو اللي شغال طول السنه، لكن اخر موسم للدوري الانجليزي هيكون فيه البوكسنج داي، وده بيأثر علينا فيه. نروح لترتيب الدوريات الأوروبية علشان نكون خلصنا معاكم كل شيء. طيب هنروح طيب للدوريات والجداول المباريات وجداول الترتيب آسف، ونستعرض معاكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ونبدأ معاكم بالدوري الإنجليزي وليفربول صاحب المركز الأول 51 نقطة، توتنهام هوتسبيرز في المركز الثاني 45 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث ب 44 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع ب 40 نقطة، وأرسنال في المركز الخامس ب 38 نقطة. نروح للدوري الإسباني، برشلونة صاحب المركز الأول وهو بطل العطلة الشتوية في المركز الأول ب 37 نقطة، أتلتيكو مدريد 34 نقطة في المركز الثاني، وأشبيلية في المركز الثالث ب 32 نقطة، أما ريال مدريد في المركز الرابع 29 نقطة، وديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس ب 28 نقطة. الدوري الإيطالي ويوفنتوس في المركز الأول ب 50 نقطة، يلي نابولي في المركز الثاني ب 41 نقطة، وانتر ميلان في المركز الثالث ب 36 نقطة، ولاتسيو في المركز الرابع ب 31 نقطة، وأخيرا سامبدوريا في المركز الخامس ب 29 نقطة. الدوري الألماني وأيضا العطلة الشتوية، بروسيا دورتموند في المركز الأول 42 نقطة، بايرن ميونخ بيصعد إلى المكان الذي يليق بنادي بايرن ميونخ ب 36 نقطة في المركز الثاني، هو ده الكلام. عايزين الدوري الألماني يسخن شوية، وبروسيا مونشن جلادباخ في المركز الثالث 33 نقطة، ولايبزيج في المركز الرابع ب 31 نقطة، وفيلفسبورغ في المركز الخامس ب 28 نقطة. لما اتكلمت على بايرن ميونخ وقلت المكان اللي بيليق بيه، كان بايرن ميونخ قبل الجولتين كان في المركز الرابع والخامس، لكن بايرن بدأ يعود إلى مكانته الطبيعي. الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان في المركز الأول 47 نقطة، خلاص حسم الدوري، أنا شايف إن هو حسمه خلاص. ليل في المركز الثاني 34 نقطة، وليون في المركز الثالث ب 32 نقطة، ومونبلييه في المركز الرابع ب 30 نقطة، وسانت تيون في المركز الخامس ب 30 نقطة. طيب خلصنا الجداول، هنروح لبعض أخبار الكرة العالمية، ونستعرض معاكم ما هو جديد وخاص في الأسبوع الماضي من أخبار وكواليس وأحداث. هبدأ معاكم من مانشستر يونايتد وسولشاير النرويجي، اللاعب السابق لنادي مانشستر والمدرب السابق ايضا لفريق الشباب او فريق الريليف الخاص بمانشستر، وتصريح مهم جدا جدا بيؤكد رغبته ببناء فريق حول بوجبا، وشايف ان بوجبا هو نجم الفريق في الفتره الحاليه، فلابد من الاستفاده بخبراته والاستفاده بنجوميته، وان هو يكون فريق قوي جدا جدا بالاستعانه ببعض الشباب مع بعض الخبره في المرحله القادمه، عشان عنده مهمتين مهمه في الدوري الانجليزي ووجوده في التوب فور، وايضا في دور ال 16 في دوري الابطال. الخبر الثاني، توتنهام يمدد عقد ألدرفايلد البلجيكي لمده موسم اضافي، واحد من الركائز الاساسيه لدفاع نادي توتنهام، لكن طبعا احنا عارفين ان في انجلترا او في اوروبا موضوع التجديد بيكون موضوع سابق لأوانه، فبيتكلموا في الوقت المناسب مش بيتكلموا قبليها فترات كبيرة
زي هنا في مصر أو كمان زي الوطن العربي بشكل عام. نروح للخبر الثالث، مودريتش يرفض عرض مدريد لتجديد عقده. كشفت صحيفة أو بعض الصحف أن كرواتي لوكا مودريتش رفض أن هو يجدد عقده، عقده لسه هينتهي في 2020، وشايف أن العرض الحالي اللي قدمته إدارة ريال مدريد غير مناسب مع الجوائز اللي تم حصدها ومع إمكانيات اللاعب. كشف أيضا موقع تالي مدريد أن اللاعب رفض أنه يجدد عقده بسبب أن عقده أو عنده عرض من نادي إنتر ميلان لمدة موسمين براتب 10 مليون يورو سنويا، وبعدها ينتقل إلى الصين قبل الاعتزال. يعني شايفين اللاعب متكتك ومظبط ومخطط الفترة الجاية في حياته، وهو ده الصح، هو ده اللي المفروض يحصل لكل لاعب نجم علشان ينهي حياته بشكل طيب. ويورجن كلوب: مباراة أرسنال صعبة لأنه فريق قوي ومنظم. يورجن كلوب اتكلم وقال ان مباراة بكرة امام نادي أرسنال هتبقى صعبة جدا، وانه بيحضر لعيبه المصري محمد صلاح طبعا بسبب الخشونة اللي ممكن هتكون ضده من لاعبي فريق أرسنال. المباراة هتكون في الجولة 20 من عمر المسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وطبعا ليفربول متصدر ويسعى إلى مزيد من النقاط لتوسيع الفارق ما بين توتنهام وبين مانشستر سيتي، واللي هيكون على يعني مستنين أي فرصة أو أي تعثر لنادي ليفربول. إبراهيم دياز يقترب من الانضمام لريال مدريد مقابل 15 مليون يورو. اقترب إبراهيم دياز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام المقبلة، وينتهي عقد اللاعب مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في أول يناير حيث يرغب ريال مدريد في شراء الستة شهور المتبقية من عقد اللاعب. وخلاص الاثنين الناديين اتفقوا على قيمة الصفقة تكون 15 مليون يورو بخلاف بعض الإضافات، على أن يقع دياز على العقد مع بطل أوروبا لمدة 6 مواسم براتب 3.5 مليون يورو. طبعا إبراهيم دياز هو أحد مواهب ريال مدريد بعد طبعا مالاجا، وراح بعديها لأكاديمية مانشستر سيتي من 5 سنين. تقارير ريال مدريد: لا يزال مهتما بضم نيمار او امبابي. قلنا ان باريس سان جيرمان لسه عليه بعض الاموال اللي بد ان يتخلص منها علشان يكون محقق سياسه اللعب النادي النظيف، وهي 90 مليون يورو. لازم يبيع لاعب، او لو مش هيبيع احد النجوم اللي قدام حضراتكم دول نيمار او امبابي، فلابد ان على الاقل ان هو يبيع 2 من اللعيبه. لكن هنشوف ايه هو اللي هيتم، هل بيع لاعب ولا بيع اكتر من لاعب واحد. وفاة مشجع ايطالي متاثرا بجراحه خلال شغب مباراه انتر ونابولي، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ان الشرطه الايطاليه اعلنت ان وفاه مشجع نادي الانتر متاثرا بالاصابات التي تتعرض لها على هامش الاشتباكات التي نشبت بين جماهير انتر ونابولي خلال المباراه الفريقين واللي جمعت ما بينهم على ملعب سان سيرو. واحد مشجعي انتر اللي توفى كان عنده 35 سنه بعد ما تعرض للطعن من جانب مشجعي نابولي خلال الاشتباكات. السلطات الايطاليه تتحرى عن 9 مشاغبين في لقاء انتر ونابولي، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب، مباراتان لانتر دون جمهور على خلفيه الهتافات العنصريه وافلاس الغاني اسامواجيان. الموضوع كان غريب جدا جدا، وصل يعني بيتكلم بيقول ان انا وصل رصيدي في البنك ل 600 جنيه اسليني بعد ما كان احد اثرياء كره القدم الغانيه. نروح لاخبار محترفينا المصريين، ونبدا بخبر اليوم المهم جدا ومن على موقع هادرسفيلد تاون: نادر شوقي رغبه رمضان صبحي حسمت انتقاله للاهلي. نادر شوقي وكيل اللاعبين واحد انجح وكلاء اللاعبين صراحه، قال ان لاعب هادرسفيلد تاون الانجليزي رمضان صبحي انتقل الى النادي الاهلي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره، وان الاعلان عن الصفقه بشكل رسمي هيكون في خلال 24 ساعه قادمه. الكلام ده كان طبعا خاص بالمفاوضات اللي تمت بدايه من امس وتم انهائها اليوم، لكن نادر شوقي قال ان رغبه رمضان صبحي حسمت الامر الاعاره للنادي الاهلي بشكل كبير، خصوصا انه قابل للتجديد، مؤكدا ان محمد فضل مدير التعاقد السابق بالقلعه الحمراء كان له دور كبير في المفاوضات. وطبعا يعني كمان كان في تصريح مهم جدا بنجمنا عماد متعب عن مباراه اعتزاله، وقال لم نحدد موعد بعد لمباراه الاعتزال، و
لسه كل الامور قائمه. طبعا وجود رمضان صبحي مع النادي الاهلي ده شيء مهم جدا جدا في الفتره الحاليه اللي بيتم النادي الاهلي تدعيم صفوفه بشكل رائع جدا كل يوم. بسم الله ما شاء الله لسه ما دخلناش شهر يناير والنادي الاهلي بيستعد ليه بشكل قوي جدا. كمان القائمه الافريقيه وبطوله افريقيا بشكلها الجديد الاتحاد الافريقي بيحاول ان هي ينظمها تبقى زي دوري الابطال وزي الاوروبا ليج اللي تبدا من شهر سبتمبر وتنتهي في شهر مايو او اوائل يونيو. ده اللي نجح فيه وده طبعا تم. الاتحاد الافريقي ضغط البطوله الحاليه بالبطوله السابقه علشان خلاص الانديه تستريح من ضغط المباريات وان المباراه تقام مع الموسم نفسه بدايه من اول الموسم وحتى نهايه الموسم الحالي. احنا بس كل اللي احنا محتاجينه انه يكون في بعض التنظيم شويه و يعني هنتكلم اكتر على رمضان وايه الاخبار وايه الصفقات مع واحد من انجح وكلاء اللعيبه اللي موجودين في مصر واللي انا بعتبرهم هو اشطرهم نادر شوقي. ازيك يا نادر، اخبارك ايه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ شكرا على المقدمه الجامده دي. لا طبعا يعني ده حقك وانت دايما معروف بشغلك مع رمضان، مش بس مع رمضان، مع اي حد انت بتكون وكيله، ورمضان صبحي، محمد محمود، او حتى عماد متعب، او حتى حسام غالي، فانت واحد من اكفأ وكلاء اللعيبه وبتنفذها زي ما الكتاب بيقول. ربنا يخليك يا رب. عايزين نعرف بقى ايه ربنا يخليك. طبعا عايز اعرف منك ايه اخر اخبار رمضان صبحي، والصفقه خلاص فعلا انتهت والنادي الاهلي اعلن، بس عايز اعرف منك الكواليس وليه الاعلان اتاخر. الكواليس يعني هو كويس ان هم اعلنوا النهارده، وده اللي كان متوقع ان هم اعلنوا يوم الجمعه النهارده. هم كان ليهم تظبيطات معينه ورغبه معينه ان هم اللي يعلنوها، ودي احنا احترمناها. واعتقد امبارح انا طلعت برضه قلت ان ما ينفعش ان احنا نطلع نقول حاجه لغايه ما هم يطلعوا، فهم الحمد لله اعلنوا النهارده. الموضوع كان ما كانش سهل خالص، كان صعب واخد شويه وقت، بس الحمد لله رب العالمين برضه حاليا كل الاطراف مرتاحه، يعني صفقات ترضي جميع الاطراف زي ما بتقول. يعني الناس اتكلمت وقالت ان الصفقه 6 شهور اعاره لكن ممكن تتمد لمده موسم، هل ده من ضمن الخيارات او الاوبشنز اللي موجوده في العقد او في البنود؟ طب بيكون برغبه مين؟ هل برغبه رمضان ولا برغبه النادي الاهلي؟ الطرفين، برغبه الطرفين، النادي الاهلي وهضبه السيتي. شايف ازاي يا نادر انتقال رمضان صبحي للنادي الاهلي ازاي ممكن يفيد النادي الاهلي وازاي ممكن يفيد رمضان وايضا نادي هادرسفيلد تاون؟ ناخدها واحده واحده. يفيد رمضان ازاي؟ الاول لعيب اللي هو انا بمثله، يفيد رمضان ازاي؟ ان هو حابب ان هو يجي ويخدم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، بالذات ان قصه البطوله الافريقيه جايه في وقت يسمح ان هو يقدر يلعبها كلها. تمام مظبوط. 12 لشهر 1 لغايه شهر اخر 5 ابتدى او اول 6. تمام. فدي استفاده ان هو عايز يحط تايتل او يحط لقب ان شاء الله يحصده مع النادي الاهلي في تاريخه، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا. وتاني حاجه طول الدوري السنه دي صعبه شويه، فاعتقد ان رمضان ممكن يساهم جزء مع اللعيبه الثانيه في الحصول على الدوري المصري ان شاء الله كالعاده. و بوابه لرمضان ان هو يدخل منتخب ثاني بعد ما كان مستعده، فدي ثلاث حاجات لرمضان مهمه جدا. بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي عايز شخصيه زي رمضان، عارف الدنيا ماشيه ازاي في النادي الاهلي، عنده الروح بتاعت اللاعبين شويه. فاعتقد ان هي بقولها كده ما كانش الاهلي سعى ان هو ينهي الصفقه بتاعت رمضان، بالعكس يعني انا شايف ان النادي الاهلي تعد كتير في القصه دي جدا يعني. طيب طبعا هادلفيلد بالظبط كده دي مهمه برضه جدا. هادلفيلد بالنسبه له طبعا هم ما كانوش فاهمين ليه واحد عنده 21 سنه يحب يرجع بلده تاني وهو بيتمرن مع فريق البريمير ليج، وفي زيه او في غيره كتير يتمنوا يكونوا موجودين في النادي او في البريمير ليج. فاحنا شرحنا لهم وجهه نظر اللي انا يعني شرحتها لحضرتك بالظبط من وجهه نظر رمضان وجزء من وجهه نظر النادي الاهلي. ايه الاستفاده بتاعت هادلفيلد؟ استفاده ماديه الى حد ما، وزائد برضه قصه المنتخب، لان برضه سعره بيعلى لما يروح منتخب وكاس الامم الافريقيه، دي بتخلي برضه الويندو بالنسبه لهم لو لا قدر الله نزلوا الدرجه الثانيه يعرفوا يبقوا كويس. طب انا هسالك سؤال ليه شقين، اول شق هو شق فني، هل انت شايف ايه الاسباب اللي كان رمضان صبحي مش بيشارك فيها مع فريق هادرسفيلد؟ ايه الاسباب مع هادرسفيلد؟ والحاجه الثانيه لو هادرسفيلد نزل لدوري الدرجه الثانيه ايه موقف رمضان؟ لا اقدر اجاوب الاولانيه، الثانيه ما هنسبق الاحداث فيها والكلام فيها دلوقتي. فاخد الاولانيه ان زي ما الراجل اللي طلع النهارده باجنا اللي هو المدير الفني بتاعهم قال ان هو رمضان جاله اصابه وطولت معاه شويه، وعقبال ما هو تعافى كان زملائه بداوا ياخدوا المكان بتاعه، ده الكلام على لسانه هو. هو كان لسه قدامه شويه عقبال ما يبتدي ماتشات، زائد ان هو غير الخطه من 4-2-3-1 ل 3-5-2، 3-5-2
ما تحسش رمضان ان هو يبتدي، هو ممكن ينزل صد. فدي كانت برضه مربط الفرس في كلامنا لما طلعت يوم 14، فدي اللي سهلت برضه المعمارية شويه، ان هو بيلعب بخطه ما تنسبش رمضان دلوقتي، لازم يطلع عارف. هل شايف رمضان ان هو ان شاء الله يعني هيخش في الاجواء سريعا ويبدا مع النادي الاهلي في اول مباراه ليه بعد التأييد، ومش هيحتاج لوقت علشان يرجع لمستواه تاني، ولا رمضان الفتره الاخيره كان بيتمرن جامد جدا ومستعد لشهر يناير في اي حال من الاحوال؟ وهل كان عنده بعض العروض اللي كانت موجوده مع عرض النادي الاهلي في فتره الشتاء؟ كون رمضان جاهز يعني بنسبه كبيره اكيد جاهز طبعا، ان هو بيتمرن كل يوم هناك، فمش حاجه تمنع ان هو يكون جاهز. بيته الفانيله الحمراء لايقه عليه، طبعا ما اعتقدش ان في اي حاجه تمنع ان هو يتالق ان شاء الله مع النادي الاهلي. كذا عرض طبعا، لما الناس ابتدت تسمع ان في باب الاعاره ابتدى يتفتح، طبعا كذا وكيل كلمني وكذا نادي كلمني على رمضان ان هو يستقيله، سواء كان في الشامبيون شيب او في بلجيكا او في اسبانيا، ولكن لسه بنود اسمها الرحمن الرحيم. يعني اعتقد ان احنا صفقه في وقت كويس قوي طبعا، عشان ما يكونش في منافس للنادي الاهلي على الترابيزه. دي برضه حته خدمتنا ان احنا ابتدينا بدري قوي. مظبوط. طيب عايز اسالك، دي برضه كانت بلاند يعني، دي كانت برضه. الو ايوه طبعا. انا عايز اسالك يا ندى على موضوع محمد محمود، وانا عارف ان انت طبعا كان ليك دور اكيد في انهاء الصفقه، لكن عايز اسالك ليه محمد محمود او انت فضلت الانتقال للاهلي على عروض هوفنهايم واياكس زي ما اللاعب صرح وقال في طبعا اخر لقاءاته التلفزيونيه والصحفيه الاخيره؟ بص، محمد محمود كانت صفقه المفروض ان النادي الاهلي بفضله وحسام كانوا بيتكلموا عليها من شهر 10 اللي فات. تمام. واحنا بنتكلم ذكرنا موضوع رمضان، فهم الاثنين اصلا الاثنين اتطرحوا في نفس القعده، كويس؟ ان احنا خلصناهم ده اخذ وقت وده اخذ وقت، لكن محمد محمود انا قبل الموسم ابتدي او في وسط الموسم او اول شهر قلت ان ده عبد الله السعيد الجديد، لان هو كورته عاليه قوي على سنه وشخصيته عاليه قوي على يعني مش هقدر اقول مش اقل من نادي رجله، بس شخصيته كتير بنادي جديد كويس مع حسام الوادي رجله. ف محمد محمود محتاج انه يلعب في مصر سنتين ثلاثه اربعه فاهم، وبعد كده يطلع لسه صغير. انا ما اعتقدش احنا مش مستحيلين محمد محمود، بالعكس وفي كل حلقه وليها الطبيعه بتاعتها، لكن محمد محمود بيناسب جدا النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني هخرج معاك او هخرج بيك لمباراه اعتزال عماد متعب، وعايز اعرف ايه اخر الاخبار، وهل تم تحديد الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في مباراه اعتزال عماد متعب ولا لسه؟ مستنيين حد من الكبار يطلع من نادي الشامبيون كليج، مش عارفين احنا الناس كلها موجوده اللي احنا بنتفاوض معاها كلها موجوده، فالمواعيد كلها ضربه خالص. يعني 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 حتى مش عارفين ننتهز الوقت اللي ما بين شهر ديسمبر وشهر فبراير، ما نعرفش نخطف فريق كده يلعب ضد النادي الاهلي في مباراه قويه. مش عارفين لسه، لازم كل يمشي زي بعض، لازم الاهلي يكون فاضي والنادي الثاني يكون فاضي. يعني برضه خلي بالك ان في منظم للماتش، يعني في واحد اصلا غادي ينظم الماتش، الجهه المنظمه فهي اللي تقول امتى وازاي والساعه كام. طب هسالك السؤال بطريقه ثانيه، ايه الانديه اللي انتوا فوضتوهم؟ الانديه اللي موجوده في الشامبيونز ليج اللي هي الجامده اللي هي ليها جماهير وليها. طب بلاش تقول اسامي، قول لي بلاد، يعني من انجلترا ولا اسبانيا ولا ايطاليا؟ انجلترا. وانت جبت كله خلاص، انت عايز مني ما هم اقوى ثلاث دوريات. بالظبط كده، هم الثلاثه، هم الاسامي الكبار في الاماكن. طيب اخيرا تجربتك مع نادي الجون اخبارها ايه؟ كويس كويس الحمد لله. لسه الدوري بدري، ولسه الدوري السنه دي شرس جدا. يعني انا بحسد او يعني زعلانة. عايز اسالك كمان على عايز اسالك على موضوع مهم جدا يا نادر، موضوع ان انت طبعا حسام غالي طبعا لا 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 خالص، انا عايز اسالك على طبعا حسام غالي طبعا على دماغنا وكابتن النادي الاهلي، واكيد طبعا وجوده في النادي الجونه اكيد هيضيف كتير لنادي الجونه، لكن عايز اسالك كمان على حاجه ثانيه اهم، موضوع مخطط الاحمال اللي انت تعاقدت معاه دايركت وكان موجود في نادي الجونه، هو مخطط احمال انجليزي. هل انت شايف ان الكوره فعلا مبنيه على ان لازم يكون مخطط احمال صح علشان الفريق يعرف يقف على رجليه وبالتالي يعرف يأدي بشكل كويس في الدوري؟ طبعا 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 طبعا، ده الف به. يعني انت كنت خلي بالك ان الجونه كان مش كويس قوي في اول ست اسابيع او سبع اسابيع، فانا كنت ابتديت اركز في حاجات ثانيه بقى. الحاجات التانية دي الميديكال، ازاي تجيب ميديكال كويس من بره، زي احنا عملنا عمليتين صليبي في الجونه، جبنا الدكتور اللي عمل لحسام قبل كده والعماد. فانت بتنشط الساحه العلاجيه، وزي انت بتوقف الناس على رجليها فيزيكلي برضه، لان دي حاجات ناقصه عندنا احنا في مصر، فلازم الانفستمنت او الاستثمار يكون في حاجات تانية غير الملعب غير اللعيبه، هو ده اللي احنا بنحاول نجيب نادي الجونه. عشان كده انا زعلان ان احنا
كنا لازم كل يعني كانت اللعيبه او احنا لازم نمشي كلنا في خط واحد. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل دفعه كده للفرقه تدريبات في يناير عشان نعرف نوصل للحته اللي احنا عايزينها ونكمل المشروع بتاعنا اللي هو المفروض مبني على 3 سنين. ربنا يكرم ان شاء الله. وحسين اكيد اضافه كبيره طبعا. انا كنت لسه اسالك طمنا عليه. كويس مبسوط. ابتدى شغله من امبارح وربنا يكرمه ان شاء الله. اعتقد ان هو يعني حاجه هتبقى يعني اضافه كبيره جدا جدا. بعض الناس نادر كلمته كتبت ان نادر شوقي جدع مع زمايله، لكن اسم حسام غالي هو كفيل ان هو يكون موجود في اي حته موجود فيها. لا مش جدع يعني جدع من زمان الواحد لا غير كفء ان يبقى جدع معايا بالظبط. ده اللي انا بتكلم فيه ان انا ضد هذه المقوله. حسام غالي اسمه كبير جدا على ان هو يكون موجود في اي نادي بامكانياته وقدراته. مظبوط. انا شرف ليا ان انا حسام غالي الاكونت بتاعي او اللعيب من اللعيبه اللي انا اشتغلت معاهم، فده شرف ليا انا. وكون ان هو موجود ده ملوش دعوه بان هو صح. مظبوط. راجل شخصيه قياديه معروف هو جاي الجونه يعمل ايه. صح. وانا محظوظ الصراحه ان هو يكون في الوقت ده قابل بالوفاضي، يعني ده رزق جاي لنا يعني، فالحمد لله. مش هزعل يعني خالص، لكن انا جدع مش جدع لا طبعا الكلام ده ماليش دعوه بالشغل خالص. طب انا هقول لك على حاجه، انت حاولت تجيبه قبل الموسم لكن الموضوع ما مشيش. صح؟ صح صح طبعا صح. لكن وجوده في النادي الاهلي طبعا هو ده كان السبب في انه ياجل المفاوضات شويه او يرفض المفاوضات. مين ده؟ حسام في بدايه الموسم لما كنت بتتكلم معاه. طبعا. لا انت خدت شويه وقت. طبعا انت من الشخصيات القليله اللي موجوده في الوسط الرياضي، عقليه محترمه تستحق كل التقدير والاحترام، سواء في وجودك مع تجربتك مع نادي الجونه او كونك كوكيل اعمال اللاعب رمضان صبحي. نادر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وانك استحملتنا في الاسئله الكتيره اللي احنا قلناها لك دي كلها. طيب كان معنا نادر شوقي وكيل اللاعبين ووكيل اعمال اللاعب رمضان صبحي علشان يؤكد رسميا ازاي رمضان انتقل من هادرسفيلد الى النادي الاهلي وازاي الصفقه تمت، لكن هو اكد ان في بعض الصعوبات اللي كانت بتواجه الطرفين سواء رمضان صبحي او هادرسفيلد. وان شاء الله رمضان يؤدي بشكل جيد. واتكلم في 3 نقط مهمين جدا هقولهم تاني. اولا استفاده رمضان صبحي من ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي لسببين، اول سبب الفوز ببطوله الدوري العام، ايضا الفوز ببطوله دوري الابطال اللي هتنتهي ان شاء الله بنهايه الاعاره. ولو حب طرف من الاطراف سواء النادي الاهلي او رمضان صبحي ان هو يمدد الاعاره لمده موسم اضافي فدي هتكون ان شاء الله حاجه سهله ما فيهاش اي مشاكل. موضوع هادرسفيلد لو نزل درجه ثانيه ايه موقف رمضان؟ ده نادر قال انه موضوع سابع لاوانه. واخيرا وجود رمضان صبحي مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه وحجز مكانه كلاعب اساسي في البطوله ده هيساعد نادي هادرسفيلد ايضا بالاستفاده من اللاعب في الخبرات اللي هيتعرض ليها خلال 6 شهور الجايه، او كمان القيمه الماليه للاعب ان هي هترتفع لو حب النادي بعد كده يبيعه سواء للنادي الاهلي او لاي نادي في اوروبا. نكمل مع حضراتكم اخر الاخبار علشان بعديها نروح للفيديوهات. محمد صلاح في التشكيله المثاليه للجوله ال 19 بالبريمير ليج، وطبعا يعني مع كام خبر لمحمد صلاح من ضمنهم هو افضل لاعب في الجوله ال 19. كمان محمد صلاح بيتصدر الاكثر تسجيلا بالدوري الانجليزي منذ شهر فبراير، ومحمد صلاح كمان في التشكيل المثالي للدور الاول بالدوري الانجليزي. كل حاجه معانا على محمد صلاح، فكل حاجه لمحمد صلاح اي خبر. محمد صلاح مدافعا عن كولوبالي لا مكان للعنصريه في اي مكان، ومحمد صلاح يعود لدائره اهتمامات ريال مدريد وراموس يعرض الصفقه. انا اعتقد ان الاخبار يعني ان راموس او اسعد واحد هيكون موجود ان بوجود محمد صلاح هيكون مبسوط بسبب الدعاء اللي نزل عليه ويعني الكلام اللي بيتكتبه على الفيسبوك سواء فيسبوك او انستجرام او تويتر. اخيرا قاسم باشا يهنئ محمود حسن تريزيجيه بحفل الزفاف. ده بالنسبه ل طبعا لاعبتنا المحترفين، لكن معنا خبرين ناخدهم. امري يكشف توارث الاداره باريس سان جيرمان بعدم ضم محمد صلاح، وقال ان باريس سان جيرمان هو كمدير فني كان حابب وجود محمد صلاح لكن اداره باريس سان جيرمان كانت هي اللي رافضه وجود اللاعب. الحمد لله خير وبركه، اللاعب موجود في افضل الانديه الانجليزيه والعالميه بيأدي بشكل كويس جدا، احسن لاعب في الدوري الانجليزي، فانتوا اللي خسرانين في الاول وفي الاخر.
واخيرا رمضان صبحي اللي قلنا عليه، اليوم اعود الى بلدي وساكون اقوى في الموسم المقبل. طيب اخذنا اخبار كتير، اخذنا اخبار متنوعه، واتكلمنا في مداخله مهمه جدا. هنروح بقى للفقره الاكثر تشويقا والاكثر اثاره، وهي فقره الفيديوهات العالميه. هبدا مع حضراتكم كالعاده نجمنا المصري محمد صلاح، اللي دايما بيكون حديث الساعه سواء على السوشيال ميديا او سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات، كله بيتكلم على محمد صلاح. اولا يستاهل، وهفضل هقول الكلام ده كل حلقه، ولو حتى حضراتكم زهقتوا فده حقه، لابد من ان كل واحد ياخد حقه سواء لاعب مصري او سواء لاعب اجنبي. محمد صلاح هو لاعب محترم جدا، لاعب ذو عقليه احترافيه، وبالتالي يعني كلنا تابعنا في اعياد الكريسماس، الانديه الاوروبيه عندها عقليه مختلفه. اعتقد لو هي بدات تتفعل هنا في مصر هيكون الموضوع ليه رد فعل عالمي. اللاعب او طبعا شاكيري ومحمد صلاح وروبرتسون كانوا الثلاثة موجودين في مدرسة من إحدى مدارس مدينة ليفربول. إحنا عارفين إن ليفربول مدينة منقسمة ما بين جماهير إيفرتون وجماهير نادي ليفربول، عشان كده بيسموه ديربي الميرسي سايد، مقاطعة الميرسي سايد. الملعبين المسافة ما بينهم 900 متر، وبالتالي وجود ثلاث لعيبة من ليفربول علشان يفاجئوا الأطفال الصغيرة سواء حبهم لشاكيري أو لروبرتسون أو لمحمد صلاح. لكن إزاي بقى الموضوع حصل وتم؟ ده اللي احنا هنروح ونشوفه، ونشوف ازاي الاطفال الصغيره اتفاجئت بوجود ثلاث نجوم من العيار الثقيل في فريق ليفربول. تعالوا نشوف محمد صلاح واحتفالات الكريسماس مع الاطفال، ونرجع نكمل مع حضراتكم. حاجه في منتهى الروعه، حاجه في منتهى البهجه قبل اعياد الكريسماس، وجود محمد صلاح وتشاكيري وروبرتسون في احتفال او في مفاجاه الاطفال بعيد الكريسماس. طبعا حاجه زي ما قلت لحضراتكم لو طبقت في مصر هتكون حاجه عالميه، هتكون حاجه جديده، وفي نفس الوقت هنشوف رد فعل الاطفال مع نجومنا سواء الاهلي سواء الزمالك سواء كل الانديه اللي موجوده في كل المدن والمحافظات، علشان تكون حاجه جديده في اي مناسبات. احنا بالنسبه لنا هنا في اعياد مختلفه، عندنا عيد الصغير، عندنا العيد الكبير، عندنا اعياد راس السنه، عندنا احتفالات كثيره جدا جدا خاصه بكره القدم وخاصه بمصر بشكل عام، ان احنا ممكن نستغل اي تاريخ من التواريخ ان احنا نفاجئ اطفال زي ما حضراتكم شفتوا بالبهجه وبالسعاده. لكن محمد صلاح وفيديوهاتنا على محمد صلاح لسه ما خلصتش، ومن محمد صلاح واحتفاله بالكريسماس مع الاطفال للبي بي سي واحتفالها او فيديو في حب محمد صلاح، فقرروا ان هم يسجلوا مع كل مشجع في مدينه ليفربول وبره مدينه ليفربول، ويشوفوا رد فعلهم على محمد صلاح وازاي قدروا يجمعوا فيديو لكل الاطياف الشعب الانجليزي وخاصه في مدينه ليفربول، علشان يوصلوا في الاخر الى فيديو في منتهى الروعه فعلا في حب محمد صلاح نجمنا المصري. هنتابع ونرجع لحضراتكم تاني. زي ما قلنا محمد صلاح هو فخر لينا كلنا كمصريين وفخر للعرب بشكل عام، لكن من محمد صلاح لبركات ملك الحركات. محمد بركات يعني هو اكيد يعني خلاص خلص كرة القدم، لكنه مش بعيد عن قلوبنا، واكيد بنتابعه لحظة بلحظة وبنشوف اخبار، وبنحاول ان احنا يعني نجيب لحضراتكم الاخبار الخاصه بكل نجوم النادي الاهلي سواء الحاليين او السابقين. لكن محمد بركات بخفه دمه وباسلوبه في الحوار مع اي حد سواء مصري او اجنبي، ده اللي شدنا ولفت انتباهنا. محمد بركات كان موجود في احد البلاد الاسيويه، وبالتالي كان ليه تجربه. ايه هي؟ تعالوا نشوف.
طيب محمد بركات يعني خفه دم ملهاش مثيل ومش هتنتهي ابدا، يعني عمرنا ما شفنا لاعب كره قدم كده بخفه الدم او بالاسلوب اللي بيتعامل بيه بركات مع اي حد. طبعا نيمار واحد من النجوم الكبار جدا سواء في البرازيل او في فرنسا او في العالم، لكن نيمار هل هو شخص عادي زينا كده ممكن ينزل السوبر ماركت ينزل يشتري حاجه يبقى موجود في الشارع؟ طيب دي حاجه، هل ممكن بقى نشوف عليه بعض يعني ممكن نيو لوك جديد، ممكن ان هو يبقى نازل الشارع حافي اصلا من غير حاجه في رجليه؟ هل كل ده ممكن يحصل؟ الحاجه الثالثه، هل بقى ان لو حد فعلا شاف نيمار وان هو اول مره يشوفه كمان في شوارع البرازيل لما بيكون متواجد في الفترات العطلات الشتويه، ازاي بقى رد فعل الجمهور مع نيمار؟ ده اللي حصل في البرازيل لما نيمار كان موجود في احد او احدى السوبر ماركتس الخاصه في مدينه ريو دي جانيرو، وكان التعامل مع نيمار اكيد ما كانش ليه مثيل واكيد رد الفعل كان غريب جدا جدا من كل الناس اللي كانت موجوده، كمان بالنيو لوك اللي احنا هنشوفه نيمار اللي عمله الفتره الاخيره في البرازيل ولسه هيظهر بيه مع باريس سان جيرمان بعد انتهاء العطله الشتويه. Meu Deus, Neymar Júnior, não acredito. Fotógrafo, eu te amo. Olha, eu sou teu fã, caralho. Meu Deus, Neymar, meu Deus. Nossa. Boa. Não fica nervosa, meu bebê. Ai, meu Deus, aproveita. Não chora, bebê. Chora não, bebê. Ai, que emoção, que surpresa boa. Fez a foto? Eu vi você, eu reconheci ele. Ai, ai, que coisa boa. Feliz Natal. Tchau, gente. Vamos. Sim, vamos. Vambora, vambora. Que isso? Por causa de você. Olha. Tirar uma foto, né? Olha, vai, não chora, bebê. Faz lá do filho, pelo amor de Deus. Faz, ô, oh, coisa rica. Não chora. Vai lá, vai lá, vai. ده كان نيمار بعد النيو لوك، وكمان بعد ما كل جمهور البرازيلي ما صدقش ان هو ده فعلا نيمار جونيور. يوم السبت الماضي مباراه ريال مدريد والعين واللي انتهت بفوز ريال مدريد باربع اهداف مقابل هدف، وريال مدريد يتوج للمره الثالثه على التوالي بلقب كاس العالم للانديه زي ما توج قبليها بدوري الابطال لثلاث مرات على التوالي. كان في لقطة مميزة ولقطة أكيد تستحق مننا كل الاحترام والتقدير لفريق نادي العين اللي أقام ممر شرفي لفريق ريال مدريد علشان يستلم الميدالية الذهبية وكمان يستلم كأس العالم للأندية. تعالوا نشوف إزاي استقبل فريق العين أو الممر الشرفي من فريق العين لفريق ريال مدريد، وكمان استلام واحتفالات لاعبي ريال مدريد بعد استلام الجوائز، ونرجع نكمل مع حضرتك. قال له في الاخر قص الشبكه دي للذكرى الخالده، دايما مارسيلو بيكون ليه لقطات طريفه بعد كل مباراه وبعد كل بطوله، فقرر بعد كاس عالم الانديه والفوز باللقب الثالث على التوالي الاحتفاظ بشبكه المرمى واللي ريال مدريد سجل فيها اربع اهداف. في دوري الشباب الإيطالي أو في دوري الناشئين الإيطالي فريق نابولي يمتلك أحد المواهب الفذة في الكرة الإيطالية اللي أنا أعتقد أن ليه مستقبل باهر جدا في خلال مسيرته القادمة مع نادي نابولي. هدف رائع جدا جدا في دوري الشباب أو دوري الناشئين الإيطالي يجذب أنظار متابعين السوشيال ميديا والكرة العالمية بشكل عام. هنشوف ونتابع إزاي اللاعب سجل هدف من اروع الاهداف اللي تم تسجيلها سواء في دوري الكبار او في دوري الناشئين. نرجع نكمل مع حضراتكم. لسه مكملين مع حضراتكم في وورد سبورتس، وهنشوف بقى ازاي الكريسماس والاطفال الصغيره بيكون ليهم طلب، بيبقى ليهم طلبات من كل النجوم اللي تبقى موجوده في نادي ويست هام. على سبيل المثال كان في مقابله من أرناتوفيتش وطفل من جمهور ويست هام وقال له تمنى امنيه. ايه هي الامنيه دي؟ هنروح نشوفها ونسمعها وبعد كده اقول لحضراتكم عليها. My friend, this young man from Chilwell scored 50 goals this season. My friend, come here, come close to me. You okay? High five. Why you say I scored 50 goals? You put a lot of pressure to me. Eh? Everybody hears you, the whole world hears you because you said it on the camera. Now I have pressure. I have problems now.
But it's fine, I'm gonna do it, yeah? Maybe in 2-3 seasons together we're gonna make it. Not in one, eh? Is it fine? Yes, good boy. Give me the shot. أمنية الولد كان بيطلب من أرناتوفيتش إن هو يحرز 50 هدف في الموسم، وده زي ما قلت لحضراتكم في الدول الأوروبية خاصة في الدوري الإنجليزي بيتم استقبال الكريسماس وعيد السنة الجديدة ببعض مظاهر الحب ما بين لاعبي كرة القدم وبين المشجعين وخاصة الأطفال الصغار اللي زي ما حضراتكم شايفين عندهم براءة، يعني لا يمكن حد يعني يتوقع بالأسئلة اللي ممكن يسألوها. طلب منه بخمسين هدف، ده هداف الدوري الإنجليزي مش بيوصل لخمسين هدف، لكن لعله وعسى الأمنية تتحقق وأرناتوفيتش يحقق 50 هدف مع فريق وستهام خلال الفترة المقبلة. مباراة في دوري أبطال أفريقيا كان ليها طابع يعني في تعصب كبير جدا من قبل جمهور الهلال السوداني. الأمور في السودان غير مستقرة، الأمور في السودان في مباراة الهلال السوداني والإفريقي التونسي كان فيها بعض الأحداث المؤسفة، لافتات من الجمهور في الملعب تجاه فريق الإفريقي التونسي، كان فيها بعض العصبية وبعض اللافتات اللي ما ينفعش تكون في مباراة كرة القدم. الاتحاد الأفريقي فينه؟ الاتحاد الافريقي فينه من العقوبات اللي المفروض يتم فرضها؟ الاتحاد الافريقي فينه من الاستغاثه اللي المفروض طلبها فريق الافريقي التونسي قبل بدايه المباراه واثناء المباراه بتوفير حمايه ليهم على اعلى مستوى؟ الاحداث طبعا او الاحداث اللي احنا سمعناها قبل بدايه المباراه كان لابد وحتما من الاتحاد الافريقي انه ينقل المباراه خارج السودان لسلامه اللاعبين. كره القدم هي لعبه للامتاع اولا، ثم سلامة اللاعبين ثانيا، وثالثا وأخيرا طبعا يكون فيها ربح مادي، وبنتكلم على ربح مادي هنا أنه يكون بالنسبة للإعلانات للمدرجات الجمهور اللي هيبقى موجود، لكن ما ينفعش اللافتات من الفريق الهلال السوداني تكون معادية لجمهور الأفريقي التونسي. دي كرة قدم في الأول وفي الآخر زي ما احنا قلنا، وما ينفعش يكون في إصابات، لكن للأسف كان في بعض إلقاء الحجارة على بعض اللاعبي أو على كل لاعبي فريق الأفريقي التونسي اللي منهم اتصاب واتصاب عدد من اللعيبه. لكن احنا معانا لاعب من لعيبه الافريقي التونسي بيبين او فيديو بيبين قد ايه ان الاصابه فعلا كانت صعبه جدا جدا، وبالتالي لو هي دي كره القدم فاحنا مش عايزينها. لكن اخيرا قبل ما نروح نشوف الفيديو، لابد من العقوبه الرادعه من الاتحاد الافريقي تجاه فريق الهلال السوداني. دوله السودان دوله شقيقه جدا، وياما مصر كانت موجوده في السودان سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الأندية، ونتمنى أن هي إن شاء الله تخرج من الكبوة اللي فيها حاليا وتعود إلى أحسن الأحوال. إحنا نكون موجود عندنا تجارب سابقة في السودان، لكن لابد من الاتحاد الأفريقي أنه يتدخل لمعاقبة بعض المندفين القلة من جمهور الهلال السوداني المتعصب، لكن الجمهور الهلال الحقيقي وجمهور السودان بشكل عام هو جمهور محترم، جمهور كان ليه مواقف محترمة جدا جدا سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي. أعياد الكريسماس ما بتخلصش في أوروبا، ولما يكون في كريسماس أو رأس سنة نيو ييرز بيكون في كل الدول مظاهر حب ومظاهر بتبين قد إيه إن هم شعب عندهم عقلية مختلفة، دايما بيفكروا برا الصندوق. في مباراة ريال بيتيس الأخيرة قبل المباراة إدارة الفريق طالبت من الجمهور إن لو حد عنده بعض الهدايا القديمة للأطفال المحتاجين أو للأطفال الصغيرين المحتاجين هدايا قبل الكريسماس، يا ريت إن هو في مباراة ريال بيتيس القادمة يجيبها معاه ويلقيها في التراك الخاص بالملعب، علشان هيكون في بعض الرجال أو بعض المتخصصين في تجميع الألعاب علشان يتبرعوا بيها للأطفال الصغيرين. لكن الأمر كان غريب جدا جدا، احنا لو بنتكلم على إن الملعب بيسع إلى أو بيتسع إلى 40,000 أو 50,000 متفرج، فال50,000 متفرج كل واحد منهم كان حريص جدا جدا على إنه يجيب هدية للأطفال الصغيرين اللي هيتم التقديم الهدايا ليهم بعد المباراة. في منظر أنا ما أعتقدش إن حد يتوقع المنظر اللي إحنا هنشوفه، فعلا حب واحترام وتقدير لمناسبة زي أعياد الكريسماس، وكمان للأطفال الصغيرين اللي محتاجين هدايا قبل بداية سنة جديدة، وكمان كان وشها أكيد هيكون حلو عليهم قبل بداية المباراة. تعالوا نشوف إزاي جمهور ريال بيتيس تعامل مع
الهدايا اللي طلبتها منهم إدارة ريال بيتيس ونرجع نكمل معاكم. من جمهور ريال بيتيس في الدوري الأسباني إلى حارس مرمى هادرسفيلد وزميل رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي وكيفية مفاجأة طفل صغير بهدية من هدايا الكريسماس. طبعا جمهور هادرسفيلد أو أي جمهور كرة قدم بيشجع فريق أمنية من أمنيات حياته إن هو يقابل نجوم الفريق ويتكلم معاهم ويتصور وممكن بالكتير قوي يمضي له على اوتوغراف او يمضي له على تيشرت خاصه بيه الفريق. لكن ان حارس مرمى يتنكر بلبس بابا نويل ويروح لطفل من الاطفال المشجع للنادي، انا اعتقد ان دي فيها مجهود كبير جدا جدا، وان هم ازاي بيبتكروا كل يوم طريقه جديده علشان يفرحوا المشجعين على الاقل. طبعا موقفهم وحش جدا في بطوله الدوري فما يبقاش دوري وكريسماس. تعالوا نشوف ازاي حارس المرمى فاجئ طفل او مشجع من هادرسفيلد ونرجع نكمل مع حضرتك. هاي هاي ار يو فريندي؟ يا نايس تو ميت يو فريندي. يو مايت هاف ثوت يو ا نايس هادرسفيلد سيلبريشن ان كريسماس. هير يو جو. ثانكس. وان تشيك ات اوت؟ يا سي فيجوال سلايس. واتس ذات؟ هو يو جوت اون ذير؟ كانشيت. هو از اون ذا باك؟ موسل. Who's your favorite goalkeeper? Russell. Nice. Is it your size? Yeah. It fits. It fits? Yeah. See here. I did bring another one. If you have to, then you have something to blow into if you want. Yeah? Yeah. Do you need that? No. Huh? You sure? Sure. It's mine from this weekend, you know? You sure? You want that as well? Yeah? Yeah. Couldn't recognize me. What do you say? Hello? Nice to meet you. So nice to get to the other one, right? Yeah. Yeah? Now, do you know why I put your Xbox downstairs today? Yeah. Go on then. So I could beat you up, FIFA. دايما الحكم سواء في كرة القدم أو كرة السلة أو كرة الطائرة أو حتى في المصارعة لما بيكون حكم قوي الشخصية وبينفذ القوانين بيكون مش محتاج إن هو يستعين بأي عوامل خارجية. الحكم الشخصية القوية بتبان عليه، بتبان عليه داخل الملعب أو خارج الملعب وفي أي رياضة من الرياضات اللي قلت لحضراتكم عليها. لكن في لعبة المصارعة الحرة أو المصارعة الرومانية بشكل خاص كان في موقف من المواقف اللي بتبين قد ايه ان في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها قواعد لازم ولابد ان نلتزم بيها. ايه هي بقى القواعد او ايه هي القوانين اللي لابد ان الحكم يلتزم بيها داخل المصارعه الرومانيه؟ ان لاعب المصارعه الرومانيه لو شعره طويل عن حد معين لابد ان يتم قصه قبل بدايه المباراه. هل فعلا الكلام ده صحيح؟ وهل فعلا لو حكم لقى لاعب مش ملتزم بالقوانين هيتصرف معاه ازاي؟ هل هيلعب المباراه ويقول نبقى نوقع العقوبه بعد المباراه ولا يصر على موقفه من تطبيق اللائحه الخاصه بالاتحاد الدوري للمصارعه الرومانيه؟ تعالوا نشوف ازاي الحكم اتعامل مع لاعب شعره كان طويل عن الحد اللي مسموح بيه في المصارعه الرومانيه ونشرح لحضراتكم اللي حصل بعد ما نتابع الفيديو. على موقفه ان هو يتم تطبيق اللائحه بقص شعر اللاعب بعد ما لقى ان شعر اللاعب طويل للحد اللي مسموح بيه علشان يحمي لعيبه ويحمي كمان اللاعب المنافس، وهو ده الحكم المعروف بالشخصيه القويه. الستريت فوتبول او كره الشارع دايما بيبقى فيها بعض المهارات اللي بتجذب انظار الجميع سواء على السوشيال ميديا او المتابعين او المارين في الشارع بشكل عام. طبعا يعني من المهاره دايما في الستريت فوتبول بتبقى مهاره مختلفه، وبالتالي لما بيكون في حاجه بتجذب الانظار بنتناولها وبنتكلم عليها وبنعرضها لحضراتكم. ازاي بقى ده حصل وايه اللي حصل وازاي لاعب الستريت فوتبول حاول ان هو يعني يرقص او بقى يلبس كوبري بالطريقه اللي احنا بنقولها بلغه كره القدم مع احد المارين في الشارع؟ تعالوا نتابع ونرجع نكمل معاكم. يعني من الستريت فوتبول ختاما بقى جايزه افضل لاعب في افريقيا ولكون ان شاء الله يوم 8 يناير في داكار في العاصمه السنغاليه. هنشرح لحضراتكم ازاي هيتم اختيار الجايزه وايه اللي هيحصل. بدايه طبعا هتبقى في مباراه ما بين منتخب السنغال 2002 المنتخب اللي كان مشارك في بطوله كاس العالم واللي كان نجومه الحاج ديوف وبابا ديوب
يعني بنتكلم على نجوم كتيرة جدا وعديدة كلنا تابعناها وشفناها مع ضد منتخب مصر. لو نفتكر الجيل الذهبي اللي هي الكابتن محمود الجوهري، أو كمان مع كأس العالم والجيل اللي قدر أنه يتفوق على فرنسا بطلة العالم 98. المباراة هيلعب ضد المنتخب السنغال، نخبة من نجوم منتخب أفريقيا بمشاركة النجم المصري محمد أبو تريكة، وكمان الدعوة تم توجيهها لمحمد صلاح، لكن أنا ما أعتقدش أن محمد صلاح ممكن يشارك في المباراة، لكن لعله وعسى يعني ليه لا، حتى لو شارك خمس دقايق تبقى نفسه طيبة جدا منه. إن شاء الله الحفلة تكون يوم الثلاثة 8 يناير 2019 في داكار العاصمة السنغالية. هيكون في حفل اختيار 10 لعيبة، هيتم اختيار من ضمنهم أفضل لاعب في القارة الأفريقية. يعني هنعرض لحضراتكم حالا دلوقتي مين هم أفضل 10 لعيبة تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومن ضمنهم اسمين مصريين. الاسم الأول هو محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب مصر، واللاعب الثاني هو وليد سليمان لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني. 8 لعيبة اللي موجودين معانا، أول لاعب هو بيير أوبلميانج لاعب أرسنال، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني لاعب ليفربول، وأليكس أيوبي لاعب أرسنال، وأونانا لاعب نادي أياكس، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، وأونيانجو ومهدي بن عطية لاعب نادي اليوفنتوس. قدام حضراتكم شايفين دول العشر لعيبة اللي هيتم اختيار الأفضل منهم في عام 2018. نتمنى إن شاء الله تكون مصرية، سواء أول مرة في تاريخه لوليد سليمان أو لتاني مرة على التوالي للاعبنا المصري محمد صلاح. من أفضل 10 لعيبة في أفريقيا لأفضل 3 مدربين في القارة 2018، واللي هيتم اختيار واحد ما بينهم. أليو سيسي مدير فني المنتخب السنغالي، وهيرفي رينارد مدير الفني للمنتخب المغربي، ومعين الشعباني مدير الفني لنادي الترجي التونسي، منتخبين ضد نادي. طبعا حصل اللقب الأخير أو صاحب اللقب الأخير هو كان مصري، مدير فني المنتخب المصري السابق مستر هكتور كوبر كان هو صاحب جائزة أفضل مدير فني، لكن سيسي ولا هيرفي رينارد ولا معين الشعباني اللي هيحصدوا الجائزة. ده اللي احنا هنشوفه يوم 8 يناير القادم. أما جائزة أفضل لاعب ناشئ في عام 2018 منحصرة بين 3 لعيبة: أشرف حكيمي المغربي لاعب نادي بوروسيا دورتموند، أو فرانكي سي لاعب منتخب نيجيريا وإيسي ميلان، أو إنديدي لاعب نيجيريا ونادي ليستر سيتي. واحد منهم هيكون صاحب جائزة أفضل لاعب ناشئ أو أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2018. أما الجائزة الأخيرة اللي بتهمنا كجمهور كرة القدم طبعا من الجوائز المعلنة من قبل الاتحاد الأفريقي، هي جائزة أفضل منتخب في أفريقيا. 3 منتخبات حققوا إنجازات ظهروا بشكل رائع جدا. 3 منتخبات هم مدغشقر ومنتخب موريتانيا والمنتخب الأوغندي. 3 منتخبات دول هيتم التصويت على أفضل منتخب. صاحب أفضل منتخب في العام الماضي هو المنتخب المصري، حاز على أعلى نسبة من نسب التصويت، وبالتالي هيتم اختيار 3 منتخبات: مدغشقر تاني، موريتانيا، وأوغندا. طبعا هشرح لحضراتكم سريعا إزاي بيتم التصويت، أو مين اللي ليهم حق الاشتراك في تصويت على جوائز الكاف 2018. عندنا بعض العوامل اللي بتكون موجودة. الاتحاد الأفريقي دايما قريب من الاتحاد الدولي، ونفس المعايير اللي بتكون موجودة في جائزة ذا بيست هي نفس المعايير اللي بتكون موجودة في جائزة الأفضل في جوائز الكاف 2018. البالون دور مختلفة تماما، وكان فيها لعب كتير جدا، وكل الصحفيين والنقاد والمواقع العالمية انتقدوا طريقة اختيار البالون دور. لكن هبدأ معاكم في أحقية اللي ليهم أحقية التصويت في جوائز الكاف 2018، بداية من لجنة فنية، اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. دي بيكون مجموعة من المتخصصين في الاتحاد الأفريقي، ودول بيكون لهم حق التصويت في كل الجوائز اللي قلت لحضراتكم عليها.
ثانيا مجموعة من خبراء الإعلام سواء الإعلام أو الصحافة أيضا بتكون مجموعة في ثقة كبيرة جدا ما بين الاتحاد الأفريقي وبين مجموعة الخبراء الإعلاميين أو الصحفيين، وبالتالي دول بيكون ليهم حق التصويت في جوائز الأفضل. ثالثا الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 يعني من ضمنهم النادي الأهلي، دول الفرق بيكون ليها حق التصويت في أفضل لاعب أفضل مدير فني أفضل منتخب. رابعا الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأخيرا مدربو وكباتن المنتخبات الأفريقية. دول بشكل سريع جدا جدا جائزة أو لهم أحقية التصويت في جائزة الكاف 2018. وصلنا مع حضراتكم لنهاية الحلقة، نشوفكم إن شاء الله على ألف مليون خير يوم الجمعة القادم في نفس الميعاد على قناة الأهلي. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.